يمكن الجمع يعني. هلا نحن في ربما في بعض الأوساط بصير الواحد مثلا هذا محصل إذا انقطع، بحيث حتى والده لا يجيبه عن رسائله ويضعها تحت كما في تلك القصة. ربما هذه صور يعني نحن نسجناها للنموذج الأفضل للمحصل. بإمكان المحصل أن يدرس 9 أشهر مكثفة. الآن الحمد لله تعالى ليس مثل الزمان القديم، صار في إنترنت، صار في قدرات تواصل، بإمكانه وهو في بيته أن يخصص كل يوم ساعة ساعتين للتواصل مع الشرائح الثقافية، لمطالعة ما يجري في هذا العالم، لكي يكون له مساهمة. اليوم الظروف صارت أفضل من الأول. يمكن الجمع، أن يعتزل 40 سنة، يعني مرحلة الخلوة كما يقول العرفاء، ثم بعد ذلك يبدأ بالسفر من الحق إلى الخلق. يعني هذه قد تخلق فجوات، وقد أثبتت التجارب أن الاعتزال في الفترات الأولى أدى إلى الاصطدام بالحياة الاجتماعية في الفترات الثانية وترك آثارا سلبية. لا، نحن من البداية بإمكاننا أن نعطي في المراحل الأولى للدراسة، نعطي 10% من وقتنا، يعني بدل بعض الأوقات التي ربما تقضى هنا وهناك، بإمكاننا أن نوظفها لمتابعة المجريات، لمتابعة ما يحدث، لقراءة آخر الكتابات التي تحدث على مستوى الساحة الثقافية الاجتماعية، لتوسيع آفاق تفكيرنا، حتى لا يبقى الإنسان. أنتم لو تأملتم شيخنا الفاضل، لو تأملتم لوجدتم أننا في بعض الأحيان 10 سنوات، إذا سألك شخص ماذا كنت تفعل في ال10 سنوات، سيكون الجواب أنا أدرس 6 كتب. يعني حالة رهيبة، أنه أنا 10 سنوات فقط مستأنس بشكل واحد من الأسلوب، بموضوع واحد، بملف واحد، بطريقة واحدة. والمشكلة الأكبر التي ينبغي أن ننتبه إليها أننا كلنا ننتمي إلى لون واحد من الشرائح الاجتماعية، وهي طلبة علماء الدين. لدينا طريقتنا الخاصة في التعبير، لدينا عاداتنا الخاصة، لذلك إذا اعتزلنا فترة طويلة عن مجتمعاتنا قد نصاب بالدهشة أحيانا، قد نشعر بشيء من الغربة عن الناس العاديين الذين نعيش معهم. من الخطأ في تقديري أن يعيش الإنسان هنا كما يعني يحبذ بعض الأساتذة الكرام، أن يعيش 5 سنوات يعتزل ولا يذهب إلى بلده. كل سنة يجب عليه أن يذهب إلى بلده، ليس لأجل بلده، لأجله هو قبل بلده، لأن لا يعتزل الناس في ظل هذه المتغيرات السريعة، لأن الناس تتغير بسرعة، والوضع الاجتماعي يتغير، التركيبة الاجتماعية تتغير بسرعة فائقة. حضوره بين الناس ولو بمقدار 10%، 15% من وقته الذي يستطيع أن يجعله للجانب التواصلي مع الناس، بإمكانه أن يوفر له رافداً يخرجه من هذه العزلة، وهذا المقدار كافي. نحن لا نطلب منه من اللحظة الأولى أن يكون قائداً حزبياً أو أن يكون يعني ناشطاً سياسياً من الدرجة الأولى، لكن أن يكون له حضور، لأن هذا الحضور يراكم الوعي تدريجياً، فيتمكن حينئذ في المرحلة اللاحقة من أن يمارس دوره بالشكل الطبيعي.